حديث القيام إلى الصلاة. يعني إيه القيام إلى الصلاة؟ إحنا عارفين إن في حاجة اسمها إقامة الصلاة لصلاة الجماعة. هل أنت مجرد إن الإمام المؤذن ابتدى يقيم الصلاة تقوم، ولا إمتى تقوم، ولا تقوم لما يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة زي ما الإمام الشافعي قال؟ الإمام الشافعي قال لك لما تسمع قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة تقوم. الإمام أبو حنيفة قال مجرد أن يبدأ في الإقامة تقوم وتساوي الصفوف، بحيث أول ما تنتهي الإقامة الإمام يقول الله أكبر على طول. كويس. الحديث هنا بيبين لك حاجة مهمة قوي، إنك أنت ما تقومش للصلاة حتى ولو الإقامة أقيمت إلا لما تشوف الإمام خرج. فهمت؟ لأن افرض إن أقام الصلاة والإمام ما حضرش، هتقف تعمل إيه؟ يمكن تتعب ويتأخر، ولو تعبت تضطر تقعد. والقيام للصلاة مقام أعلى، وربنا سبحانه وتعالى يحب العبد ما ينقضش عمله. فبدل ما تقوم وتقعد يبقى تنتظر لما تشوف الإمام خرج، اللي هو هيصلي إمام بالناس، ساعتها لما يقيم الصلاة قوم لما تشوف الإمام. لكن لو أقام الصلاة والإمام اللي جاي لسه ما خرجش، هتعمل تقوم تعمل إيه؟ قد يطول عليك القيام، وقد إيه يكون الإنسان ضعيف لا يستطيع أنه يقوم مدة طويلة، في حيث حال ما يطلع الإمام أكون أنا استهلكت إيه قوتي اللي هي أصلا على قد كده، أن أنا أقدر أقف مثلا على قدر 5 دقائق، فعلى ما يطلع الإمام بعد 5 دقائق أضطر أن أنا أصلي قاعدا، يبقى أنا كده أدركت الصلاة بصورة ناقصة. وعلشان كده أوفر جهدي وما أقومش إلا لما يبقى الإمام جاهز، ما أنقص حالي بتضطر ان انا اقعد بعد القيام، وانا حالي في القيام اعلى من حالي في القعود، وان انا اقدر اتم الصلاة في كمال حتى لا اضطر ان انا اكون استهلكت طاقتي في القيام منتظرا للامام. فعلى ما يجي الامام يخرج قول الله اكبر علي نفسي بقى مش قادر اقف اقرا الفاتحة اضطر اقعد. فهمت بقى؟ علشان كده الانسان عليه انه ما يستهلكش طاقته قبل ما يشرع في العبادة. ونفس السر ده النبي جعلنا ايه؟ اننا لا نقدم رمضان بصيام كتير. ليه بقى؟ عشان ما استهلكش نفسنا في صيام النافلة، بحيث هيجي بقى صيام رمضان اكون نفسي ايه ضعفت بسبب كثرة الصيام، ومضطر انا افطر في رمضان بسبب المرض. شفت بقى؟ يبقى ايه لازم استعد للعبادة بحيث ان انا اشرع فيها وانا في كمال نشاطي، فما استهلكش نفسي وطاقتي على الفاضي. فناخد بالنا من الحديث ده مهم، لان بيحدد لك سلوكك الى الله وطريقتك في كل شيء، لان الصلاة هي باب نشاط الانسان في كل احواله. خد بالك، وهو من اكبر الابواب المهمة المتكررة في علاقة العبد بمولاه. فهنا بيقول حديث القيام الى الصلاة. عن ابي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. النبي هو الإمام. وعليكم السكينة والوقار. لا تقوم الصلاة إيه؟ حتى تروني وعليكم السكينة والوقار. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيبين إنك أنت متى تقوم تسوي الصفوف لصلاة الجماعة؟ إذا كان الإمام ظهر اللي هو هيقوم الناس، حتى لا تستهلك وقتك وجهدك كما قلت لك. وهذا يدلك على أن الدين يسر لا مشقة فيه، وأيضا أن الدين جاء والسنن النبوية جاءت لتعينك على أداء العبادة على أكمل وجه. عشان كده خد بالك أنك أنت لما تراعي سنة النبي في كل شيء تلاقي العبادة كلها يسيره.